بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو نمبر 6 Advanced Maintenance Planning Scheduling and Work Control. وزي ما تعودنا نبدأ إن شاء الله الفيديو بأحد الأحاديث من ضمن الأحاديث النبوية، ضمن 40 حديث النبوي عن أبي عبد الله النعمان الدمشقي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرصع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم ارزقنا قلبا سليما خاليا من الرياء والسمعة. نبدأ إن شاء الله أحد أنواع المينتنس. تكلمنا عن الرياكتف مينتنس، تكلمنا عن التايم بيز مينتنس، تكلمنا عن البريدكتيف مينتنس، وتكلمنا على البروأكتيف مينتنس. النهارده هنتكلم على التوتال بروداكتيف مينتنس. ايه هو التوتال بروداكتيف مينتنس؟ اولا قبل ما نتكلم عن التوتال بروداكتيف مينتنس لازم نعرف ان في ديفرنت رولز لديفرنت ستيك هولدرز، سواء كانوا انجينيرز او اوبريشنز او مينتنس، ان في رولز لكل كاتيجوريز او لكل ممبرز من مجموعه المسؤولين عن التشغيل والصيانه، سواء كانوا مهندسين او ناس خاصه بالانتاج او الناس الخاصه باعمال الصيانه، هم لهم رولز مختلفه انسيبرابل، ولكن الرولز دي بتعتمد على علاقات مشتركة ما بين الإنتاج وبين الصيانة وبين الإنجينيرز، وبالتالي فإن التي بي ام أو Total Productive Maintenance هو اتجاه أو كونسبت معين أو فكر معين أو رؤية معينة في مجال Integrating Maintenance والبرودكشن. عايزين نعمل نوع من التكامل ما بين المينتنس والبرودكشن، بالرغم ان كل واحد فيهم ليها الرولز الخاصة به، ولكن هما كو ديبندنت، يعني بيعتمدوا على بعض او في منافع مشتركة او مصلحة مشتركة موجودة بين الاثنين. يبقى عشان يحصل انتجريشن دي المفروض يكونوا الاثنين under one director or under one administration، يعني تحت ادارة واحدة او مسؤول واحد عن الاوبريشن وعن المينتنس. وطبعا بما ان هم كوديبندنت وكل واحد فيهم ليه الرولز الخاصه بيه، فممكن واحد يسال يقول: طب ازاي يبقى في كوردينيشن بين الاثنين دول او بين التو ديسيبلين دول او التو كاتيجوريز دول المختلفين تماما، واللي بيحصل بينهم دايما كونفليكت على اعتبار ان الناس بتوع المينتنس بيبقوا عايزين الايكويبمنت تو بي ريليزد، تبقى اندر بير كاستوديون، يعني يستحوذوا على المعده او يتملكوا المعده عشان يقدروا يعملوا اعمال الصيانه. ولكن في المقابل بنلاقي الناس بتوع الاوبريشن مش عايزين يعملوا ريليز للمعده، مش عايزين يخلوا المعده تتوقف عن الانتاج عشان هم عندهم الاوبجكتيف بتاعهم او الانترست بتاعهم اللي هو زيادة الانتاج وتحقيق تارجت معين. فعشان كده بيجي موضوع التي بي ام، وبيجي موضوع استخدام الكمبيوتر سيستم والنتورك عشان تعمل نوع من الكوميونيكيشن لتبادل المعلومات والانفورميشن بين الاوبريشن وبين المينتنس بسهولة. وده فيها استفادة الحقيقة وفيها بنفيت، ان هي بتستخدم او بتستفيد من الكومبايند سكيلز، يعني كل كاتيجوري منهم لها السكيل الخاص بيها، فاحنا هنا بنحاول نستفيد
من السكيلز الكومبايند للاوبريشن والمينتنس، وده بيساعد ان انا اعمل ريستورنج للاكويبمنت افتر بين ديتيريوريتد او بعد عمليه العطل. فانا بقدر اعمل ريستورنج بوقت سريع وبكفاءه عاليه بالمشاركه ما بين الاوبريشن والمينتنس. بيبقى تو ممبرز، سواء الممبرز في اللي هو ريليتد للاوبريشن او الممبرز اللي هم ريليتد للمينتنس، كان اكسشينج ذير بوزيشن. يعني ممكن الاقي واحد اوبريتور بيعمل صيانه والاقي واحد مينتينر بيعمل اوبريشن للمعدة، وبالتالي فاحنا بنعمل مينتين اند اوبريت الاكويبمنت بوث. يعني يبقى في تريننج بيتدربوا ان المينتنس ممكن يعمل اوبريشن في حالة الحاجة الى ان انا عايز محتاج اوبريتور، والعكس صحيح، ممكن يبقى الاوبريتور يتدرب ان هو يعمل كممبر في المينتنس لو انا احتاجت هذا الممبر. كمان ده بيساعد ان احنا نكتشف العيوب اللي موجودة في المعدة، وخصوصا العيوب اللي هي نشأت نتيجة للديزاين، ونعالج هذه الديزاين ويكنس عن طريق ان انا يبقى عندي سكيلز اوبريتورز او educated اوبريتور مدرب ان هو يفهم في الاعطال ويفهم في العيوب ويبلغ العيوب دي ويعمل نوع من الكوميونيكيشن، ويقدر يتعامل مع هذه الديفكت ومع هذه العيوب، ويقدر يتواصل مع الناس بتوع الانجينيرنج والناس بتوع المينتنس عشان يقدر نعالج هذه العيوب. وطبعا بما ان هما الاثنين بيتدربوا، سواء كان الاوبريشن بيتدربوا على المينتنس والمينتنس بيتدربوا على الاوبريشن، فده يعمل نوع من الاكسباند للنولج بتاعتهم، وده هينعكس على ان انا اقلل الانتروسيف افكت والهيومن ايرورز اثناء عمليات، سواء عمليات الاوبريشن او عمليات المينتنس. بنمثل التحول من الكونفنشنال للتي بي ام بهذا السكتش اللي بيوضح لي ان في الكونفنشنال او التراديشنال ابروتش بيبقى الاوبريشن والمينتينر دايما في بينهم بارير، ودايما في كونفليكت، ودايما في ديفرنت انترست. يعني الاوبريشن ليهم الانترست الخاص بيهم، والمينتينر ليهم الانترست الخاص بيهم، وده بيعمل نوع من الكونفليكت ونوع من البارير بين الاثنين. يعني بيعمل نوع من الفواصل او العازل بين الاثنين، وده طبعا بيعمل تعطيل في عمليات المينتنس. انما لو احنا طبقنا التي بي ام، هنلاقي ان احنا بدل ما يبقى اي اوبريت كاوبريتور واي مينتين كمينتينر، لا احنا وي مينتين اند اوبريت كاوبريتور اند مينتينر. وبالتالي التي بي ام بتعمل بريك للباريرز اللي موجوده بين المينتنس وما بين الاوبريشن، او ما بين المينتنس والبرودكشن. فتعالوا نشوف كده في الظروف التقليدية او التراديشنال سيناريو ايه اللي بيحصل لو ما طبقناش التي بي ام. بنلاقي في حالة لما يكون عندي فيلير حصل لأحد الاكويبمنت، المينتينر will be informed by the operation and called to fix the problem. يعني الناس بتوع الاوبريشن بيطلبوا الناس بتوع المينتنس عشان يصلحوا المشكلة. طيب الناس بتوع المينتنس دول دايما بيبقى في عندهم رش، وبيبقى في عندهم لودز، و could be late in responding، ممكن يتأخروا في الاستجابة بتاعتهم to the request of the operator because they are tied up with other repair. يعني they are involved in other repair، وبالتالي ممكن يحصل في نوع من التأخير. في المين تايم، في نفس الوقت اللي هم هيتأخروا، هنلاقي الناس بتوع الأوبريشنز كرو، مجموعة أو فريق الأوبريشن آيدل، يعني waiting during this period and throughout، حتى during the repair نفسه. حتى لو هم الناس بتوع المينتنس ريسبوند وبدأوا يعملوا عملية الريبير، الفترة دي سواء كانت قبل الريبير أو أثناء الريبير، هيبقى الناس بتوع الأوبريشن دول آيدل بدون أي استفادة منهم أو أي مساعدة
وبالتالي ده يعتبر نوع من اللوسز ونوع من الويست ونوع من اللو يوتيلايزيشن اوف ريسورسز اللي موجوده عندي. طب نشوف بقى البديل. لو انا طبقت التي بي ام ده اللي بنسميه هيبقى وود بي ايديال لو انا طبقت التي بي ام. ليه؟ لان هيبقى في الحاله دي الاوبريشن كرو اللي هم الاوبريتور ممكن هم نفسهم حتى ما يستدعوش المينتنس. They could fix the equipment themselves. They could fix the equipment themselves, especially if the fix is small, if the repair is small. لو كان عملية الريبير بسيطة, instead of waiting for the maintenance crew. بدل ما يقعدوا ينتظروا المينتنس كرو, wasting their time, يبقى they could repair the fault or the failure themselves. طبعا دي بتتطلب ثلاث حاجات. تتطلب ان هم should be trained, يجب ان هم يتدربوا على الاعطال اللي من النوع ده, وكمان يكونوا هم equipped يعني معاهم التجهيزات والمعدات اللي تساعدهم للكشف عن الاعطال دي واصلاح الاعطال البسيطه, وكمان يكونوا motivated. يعني الناس دي يكون برضو ليهم نوع من الموتيفيشن. انت لو عملت الريبير ده او عملت الكونتريبيوشن ده يبقى في نوع من الريورد او نوع من المكافآت, سواء كانت مكافآت عينيه او مكافآت معنويه. فبطريقه او باخرى الناس دي should be motivated بشكل او باخر. حتى لو كان الفيكس بيج فيكس او ميجور ريبير ومحتاج ريسورسز كبيره, هما كمان في الحالة دي وما يقدروش هما يقوموا بعملية الريبير بنفسهم, هيبقوا get involved أو become part of the repair team أو repair crew. يعني هما هيشاركوا مع الناس بتوع المينتنس ويبقوا جزء معاهم, بيكملوا معاهم وبيساعدوهم, وده كمان يديهم فرصة كمان إن هما يتدربوا على أعمال الصيانة. المرة دي مش قادرين يعملوا الميجور ريبير ده, إنما ممكن المرة الجاية يكونوا مع الوقت يكتسب خبرة ويساعدوا بمعدلات أعلى وبدرجات أعلى بعد كده. كمان هيحسسهم بنوع من الأونرشيب للمعدة, يعني هو مش بس مجرد إن المعدة تعطل فهو كده بيبقى يعني إيه بيخلي مسؤوليته, لا ده هو عارف إن هي المعدة لما تعطل هو كمان جيت انفولفد, يعني هو هيفضل برضه مسؤول عن الإصلاح. فده برضه هتدي نوع من الاونرشيب ونوع من الاهتمام للمعدات, و to be care about the equipment لانه هيعرف ان هو will be get involved في عمليه الريبير. الكونسيبت ده صعب شويه ان احنا نطبقه, وان كان بيطبق ولكن بشكل غير منظم. يعني بنلاقي بالذات في الاعمال البرايفت او السمول اندستريز, الصناعات البسيطة أو الحاجات البرايفت أو القطاع الخاص أو السكيل الصغير من الصناعات, بنلاقي إن كتير أوي من الناس بتوع الإنتاج هم اللي بيعملوا أعمال الصيانة للمعدات. إنما على اللارج سكيل أو على اللارج إندستري هنلاقي دي فيها صعوبة شوية. ولكن دي محتاجة ان احنا عشان نتغلب على الصعوبة دي ان يكون في تشينج في الكالتشر انفيرومنت اللي موجود في المصنع, يعني الكالتشر بتاع الناس, السلوكيات بتاعت الناس تتغير ويكون عندهم قناعة بتطبيق هذا النظام ويكون عندهم سبورت لهذا النظام. عملية التغيير في الكالتشر دي طبعا صعبة مش سهلة, وطبعا صعب ان احنا نطبقها بمجرد ان احنا نصدر قرارات او تطبق اوفر نايت ويصدر بها قرار لتطبيقها في وقت معين او ابتداء من ديت معين. لا, العملية دي محتاجة ستيب باي ستيب بروسيس, محتاجة المانجمنت يكون عندهم الكونسبت ويكون عندهم الفيجن ازاي ويكون عندهم الرؤية ازاي يطبقوا النظام ده ويكون فيه استعدادات وتجهيز من حيث تدريب والاوبريشن وتجهيزهم بالمعدات والتولز المطلوبة, ويكون فيه دايما سيستم للموتيفيشن ازاي هنعمل موتيفيشن للناس دي. يساعد كمان في الامبلمنتيشن, عملية الانتجريشن بين الاوبريشن والمينتنس.
تحت نفس الإدارة، يبقى في مدير واحد مسؤول عن المينتنس والأوبريشن، وبنعتبر دي الخطوة الأولى في عملية الإمبلمنتيشن. ولو الكلام ده اتطبق هيبقى الأوبريتورز والمينتينرز بيرسونيل ار تريند، يعني مش بس هندرب الأوبريشن لوحدهم، كمان ندرب الناس بتوع المينتنس على ان هم ازاي جيت انفولفد في الاوبريشن لو كان في عندنا اوفرلود في الاوبريشن او في لاك اوف ريسورسز في الاوبريشن، ممكن الناس بتوع المينتنس يساعدوا، وكمان لازم يكونوا متدربوا تو تيك سام سبيسيفيك ارياز او تو تيك سام سبيسيفيك تاسك في عمليات الاوبريشن وعمليه الايه المينتنس. طبعا الاوبجكتيف بتاع التي بي ام ان احنا اليمينيتنج اللوسز او اليمينيتنج الويست. الويست اللي هو ويتنج ان الاوبريشن، ويتنج المينتنس كرو تو ريبورت تو ريبير الفيلير او تو تيك كير اباوت ذا اكويبمنت. الويست ممكن ان انا الاقي الناس بتوع المينتنس whenever they report او respond to repair او whenever they start to repair، نلاقي بعض المعوقات تظهر عندهم ممكن تعمل ديلي لعمليه الريال ريبير، زي مثلا يلاقوا المعده مش جاهزه، المعده ما حصلهاش ايزوليشن، المعده ما حصلهاش كليننج، المعده ما حصلهاش بريبريشن لعمليات المينتنس، يلاقي المعده مثلا فيها اتساخات ومحتاجه تنظيف، والتنظيف ده كان ممكن يقوم بيه الناس بتوع الاوبريشن عشان نوفر وقت المينتنس. فنلاقي اللوسز دي تتلخص في ان المعدة تكون ديرتي، او ان يكون في ديرتي ده جاي نتيجة مثلا لأويل او لابريكيشن ليك والأوبريتور ما خدش باله منه، وممكن يكون الليك ده في حد ذاته هو سبب المشكلة. فمش سهل جدا ان الأوبريتور تيك كير اباوت الحاجات البسيطة دي وياخد البروبر اكشن ويمنع الليك ده في الايرلي ستيج حتى بدل ما يوصل لمرحلة متأخرة. كمان عملية الحماية بتاعت الروتيتنج بارتس والموفينج بارتس، بالذات لما يكون في سلايدنج او يكون في روتيشنال، بيبقى في كليرنس ما بين ستيشنري وروتري بارتس، والكليرنسز دي مطلوبة عشان تتم عملية الريلاتيف موشن بين الروتيشن والستاتيك بارت. الكليرنس ده ممكن يكون في ديبريز، ممكن يكون في كونتامينيشن، وده في حد ذاته كان ممكن يقوم به الاوبريشن بشكل بسيط جدا وفي مقدور استطاعتهم وفي امكانياتهم. برضه الديس اوردري بتاع الوايرنج سيستم والهوزز، لما الناس بتوع الصيانه يجوا يعملوا عمليه الاصلاح ويلاقوا ان في مشكله في الوايرنج سيستم والكابلات والخراطيم وكلها متشبكه في بعضيها وكلها متلخبطه، فبياخد وقت عشان يوصل حتى للجزء اللي المفروض يعمل له ريبير. فطبعا ممكن الناس بتوع الاوبريشن يجهزوا المعده عشان ما الناس بتوع المينتنس يبقوا عارفين كمان ان هو عايز الحاجات دي تكون منظمه بشكل ما، فهو من خبرته ومن تدريبه هيبقى عارف الناس اللي هيجي يعملوا صيانه، حتى لو كان الصيانه من النوع اللارج سكيل، فيبقى هو مجهز المكان ومجهز المعده عشان يوفر الوقت ويقلل من الويست. المكان لازم كمان يكون يساعد كمان في عمليه الاوردرنج ويمنع الديس اوردر او عمليه العشوائيات اللي موجوده في المكان او عدم الترتيب، الحاجات مش في مكانها. لما يجي الناس بتوع المينتنس يبحث عن اشياء اليها مش في مكانها، فهو يعمل اوردرنج دي، يعني يعمل الكيب المكان اوردرد، يعني منظم ومرتب بشكل جيد. في طبعا اشكال من الويست واللوسز ذات تي بي ام كان اليمينيت لو طبقنا التي بي ام، هنعالج كل المشاكل دي، وده هينعكس على حاجات كتير قوي، منها اللوست في البرودكشن نتيجه للداون تايم اثناء الريبير، نقلل الداون تايم فده هينعكس على البرودكشن تايم. الماينور ستوبج واللوسز اللي ممكن تستغرق وقت طويل وتنتظر الاوبريتور، الاوبريتور ينتظر المينتينر والمينتينر كان بي ديليت فور سام تايم، يبقى اللوسز دي كان بي اليمينيتد. و السيت اب والادجستمنت لوسز احيانا كتير بيبقى فيه في الستارت اب في بدايه اليوم او في بدايه الورديه
او في بداية الشيفت بيبقى فيه سيت اب معين او ادجستمنت معين او في بداية دفعة انتاج معينة، فده برضه بتبقى محتاجة احيانا الناس بتوع المينتنس يعملوا الادجستمنت ده، فممكن الاوبريشن يتدربوا عليها ان هم يعملوا هذا الادجستمنت. الكاباسيتي لوسز نتيجة لان المعدة تشتغل بكاباسيتي او بإفكتيفنس اقل من الريت المطلوب بتاعها، وبالتالي ده يعتبر نوع من اللوسز نقدر نعمل له اليمنيشن لو طبقنا التي بي ام. الستارت اب لوسز سلولي اور ديسربشن نتيجة للتشغيل البطيء نتيجة لعيوب في المعدة، او المعدة بتعمل وتتوقف بشكل متقطع بسبب العيوب اللي موجودة في المعدة، وده طبعا هينعكس على الكواليتي بتاعة المنتج بتاعتي لو في عندي طبعا كواليتي كنترول، وفي الاخر نلاقي فيه ديفكت في البرودكت او الفاينل برودكت. وده طبعا بيتطلب ان انا اعمل ريسايكلينج او ري ووركينج تاني عشان اعالج المشاكل اللي ظهرت في عندي في الانتاج. التي بي ام بيساعد كمان في الامبلمنتيشن اوف لين مانيفاكتشرنج عن طريق ان انا بقلل اللوسز واطبق الفايف اس فيلوسفي، ودي فيلوسفي بيزد على الجابانيز ستاندرد اوف وورك، بنسميها 5S لانها ريليتد لخمس كلمات ياباني، وهي بتعمل فوكسنج على يعني في نفس المنطلق بتاع التي بي ام، بتقلل من اللوسز وبتحسن من الافكتيف ورك بليس سواء كانت الاورجانيزيشن بتاعته عن طريق السورت او الاستابلايز عن طريق الاوردرنج تنظيم المكان او النظافه بتاعت المعدات والاشياء او الستاندردايز بتاع نظام العمل، ويكون عندي في سيستم اوف ورك ستاندرد سيستم اوف ورك، ويكون في استمراريه لكل هذه الاشياء. فالسورت او كلير اوت ان ريموفينج اني ثينج يو دونت نيد ان ذا ورك بليس، يعني طبعا الحاجات اللي ملهاش داعي او ملهاش استخدام دي بتعمل اعاقه في عمليه الريبير، وده جزء يقدر يقوم به الاوبريشن، مش لازم ننتظر لما يجي المينتنس ويلاقي المكان مش منظم. كيبنج اونلي ذو ثينجز ذات ار نيسيسيرلي، الحاجات اللي احنا محتاجينها بس هي اللي تكون موجوده، وده بيندرج تحت البند الاول من الفايف اس اللي هي الفيرست اس اللي هي سورت. الحاجه الثانيه سيت ان اوردر، طبعا هنا عملنا elimination what ever not needed. طب هو what ever needed بقى نرتبه، ensure ان what is kept is easily located and labeled so that anyone can find it، يعني حتى لو كان في تغيير في الشيفت، لو في تغيير في العمالة، تغيير في الكرافت، في واحد بيكمل ورا واحد تاني، مش من لازم يحتاج ان هو يستدعيه ويسأله على اماكن التولز او البارتس او الاشياء، فيبقى كل حاجه منظمه في المكان بتاعها وليبلد، واخده ايه، واخده الترقيم بتاعها او النيم بليت بتاعتها موجود. النظافه بتاعت الاشياء الكليننج والتنظيم بتاع الورك سبيس والتولز، ده طبعا بيقلل كمان الكونتامينيشن، وده بيندرج تحت البند الثالث اللي هو شايني، everything should be shiny. standardized معناها ان انا يكون عندي consistent way of doing things، وده طبعا بيبقى محتاج عندي good planning ان يكون عندي في تمبلت معينه للانسبكشن، تمبلت معينه للريبير، تمبلت معينه للتيست، بحيث ان يكون في consistency وما يبقاش كل واحد بيشتغل من دماغه، يبقى في عندي system of work. اصعب نقطه اللي هي sustain او الكونتينيوتي، ازاي اطبق الحاجات دي ويكون في دايما عندي في continuity، عشان كده بنعتبر دي this is the most difficult is to implement and achieve، يعني دي اصعب واحده نعمل لها implementation اللي هو الاستمراريه، لان احنا ممكن نطبق الكلام ده كله وبعد كده نفقد الحماس ويتوقف وما يبقاش فيه دايما استمراريه. والاستمراريه بتاكد ان those behaviors become a habit and are embedded and maintained، يبقى ده culture بعد كده ويبقى habit، يبقى الناس خلاص اتعودت عليه واصبح ما مش
مش محتاج مجهود، لان احنا خلاص اتعودنا عليه وبقى امبيدد في السيستم بتاعنا ومنتيند، يعني محافظين عليه وموظبين عليه ومستمر. طيب ازاي نعمل اوديتنج للكلام ده؟ ازاي نعمل اوديتنج للفايف اس سيستم؟ الحقيقه في بعض الاوديتنج ستيبس لو نطبقها ونحدد لكل ستيب هاو برسنتج اوف ذيس ستيب بين امبلمنتد. فمثلا لو نتكلم على الاس 1 ممكن نسال، يعني نسال نفسنا في الاماكن بتاعه الاوبريشن او الصيانه، are unneeded equipment tools equipment present in the area، هل في حاجات غير unneeded يعني غير مطلوبة سواء كانت tools أو معدات أو خلافه. طيب لو كان موجود، موجودة في كم مكان، في كم موقع، في موقع أو اتنين أو ثلاثة. number of problems يعني الحكاية دي متكررة عندنا كم مرة، لأنها موجودة كم مرة. طب السؤال الثاني، are unneeded items and on walls أو bulletin boards etc. unneeded موجودة، are unneeded items on walls، are any red tagged items more than 3 days old. كلمة ريد تاج دي معناه ايه؟ دايما بنحط ريد تاج على الـ unneeded parts عشان نعمل لها نوع من المونيتورنج ونتأكد فعلا ان هي الجزء ده عليه ريد تاج لليوم التاني لليوم التالت وهكذا. فلما يوصل لتلات ايام معناه ان احنا لم نستخدمه لمدة تلات ايام، فده معناه ان هو يعتبر unneeded و should be removed. وهكذا نستكمل بقية الـ are personnel belonging properly stored، يعني الحاجات الخاصة بالأفراد متخزنة بشكل منتظم في أماكنها. Do safety hazards، سواء كان الهازارد دي نتيجة الووتر أو الأويل أو الإلكتريكال أو الكيميكالز أو الماشين exist. فدي مثلا الأسئلة الخاصة بالأوديتنج للفيرست اس اللي هي اس 1. في طبعا أسئلة تانية خاصة بالاس 2، خاصة بالاس 3، وخاصة بالاس 4 والاس 5. وازاي بتتعامل الحكاية دي؟ ده نموذج ازاي بنطبق الكلام ده. يعني مثلا بقول ايه؟ number of problems الايشو ده لو كان الايشو ده اتكرر ثلاث مرات يبقى بحط تحت ثلاثة علامة اكس. الايشو اللي بعده او البند اللي بعده اتكرر برضه ثلاث مرات، اللي بعده اتكرر مرتين، اللي بعده مرة واحدة، اللي بعده اتكرر مرتين. فانا بجمع هنا 3 و3 6 و2 8 و2 10 و1 11. الجروب دي كلها الجريد بتاعها من 20، فانا دلوقتي خسرت 11 من ال 20، يبقى السكور بتاعي هنا 20 ناقص 11 يبقى 9. وهكذا بالنسبة للاس 2 بنفس الطريقة، يبقى السكور بتاع اس 2 8، وهكذا اس 3 واس 4 واس 5. بعد كده ممكن اخد ايه التوتال سكور ده واعمل له نوع من الايه، نوع من البلوتنج زي كده، مثلا زي الرادار تشارت عشان احدد بالنسبة لي. يعني الاس 1 كانت 8 من 20 السكور بتاعي، الاس 2 كانت برضو 8 من 20، هنا الاس 3 كانت 14 من 20، هنا كانت 13 ونص، هنا 13 وهكذا. يبقى ده بيوضح لي الايه السكور بتاع الاوديتنج اللي تم. لو انا ما حققتش التي بي ام بيظهر عندي حاجه اسمها 6 بيج لوسز. ايه هم ال 6 بيج لوسز؟ اكويبمنت فيلير، اعطال وتوقفات، الادجستمنت والسيت اب بيعمل لوسز، الايدلنج المعده واقفه منتظره حاجه، السرعه بتاعه التشغيل والانتاج بطيئه، في عيوب في الجوده بتاعه المنتج، او في اعاده تهيئه او اعاده المنتج بيرجع تاني لخط الانتاج عشان في نواقص او في
حاجات مش مكتملة، فبيرجع يتعمل له ريورك مرة تانية لأنه الكواليتي كنترول بتعيده للشغل مرة تانية. الاثنين الاولانيين دول، واحد او اثنين دول، الحقيقه بيأثروا عندي في الافيلابيليتي بتاعه المعده، لان هم لهم علاقه بالمعده. من ناحيه الايه، من ناحيه المعده، هاو برسنتج المعده افيلابل تو سيرف البرودكشن. الايتم 3 و4 دول لهم علاقه بالبرفورمانس بتاعه المعده او الانتاج. 5 و6 ليه علاقه بالمنتج نفسه، الكواليتي بتاعه المنتج. الورلد كلاس بيست براكتس بيقول ايه؟ بيقول المفروض البيست براكتس ان افيلابيلتي تكون 90% والبرفورمانس يكون 95% ويكون الكواليتي 99.9%. فعشان كده بنقول طب مين المسؤول عن الافيلابيلتي؟ اول حاجتين دول اللي هو الاكويبمنت فيلير والسيت اب اند ادجستمنت. بمعنى ان لو ما حققتش افيلابيلتي 90% يبقى ريفيرنج البروبلم بتاعتي للاكويبمنت فيلير والسيت اب اند ادجستمنت. لو ما حققتش 95% للبرفورمانس يبقى العيب موجود عندي في الايدلنج والريديوسد سبيد. لو في عندي مشكله في الكواليتي ما حققتش 99.9% يبقى المشكله عندي في ديفكت او الكواليتي اللي موجود والريورك بتاع المنتج نفسه. مجموعة البارامترز دي اللي هي الافيلابيليتي والبرفورمانس والكواليتي لما بنضربهم في بعض بيديني حاجة اسمها او دبل اي او اوفر اول اكويبمنت افكتفنس. والاوفر اول اكويبمنت افكتفنس ده هو اللي بيحدد الموست ويست بيحصل فين. واعرفه ازاي؟ اعرفه ان انا اشوف الافيلابيليتي بتاعتي زي ما قلنا والبرفورمانس والكواليتي، والتأثير على كل واحدة منهم دول هي تحدد بالنسبة لي where is the most waste occurs. وبتحدد لي كمان whether your operation is producing quality product. هل احنا الانتاج بتاعنا بيحقق الكواليتي برودكت المطلوبة. كمان ال OWE forces the organization to avoid the reason for lost production. هو ده بيعمل لي نوع من الجايدنس وازاي اعمل avoiding للresources اللي بتأدي للost of production او بتقلل availability او performance او الكواليتي، وبالتالي اقدر احول اللوسز دي ل opportunity for improvement. يعني تديني فرصة ان انا يكون عندي في مشاكل واحول المشاكل دي لبدائل، البدائل اللي يحدث نتيجة لها عملية improvement. زي ما قلنا او دبل اي او الاوفر اول اكويبمنت افكتفنس هي حاصل المالتيبليكيشن اوف افيلابيليتي باي برودكشن ريت باي كواليتي. برودكشن ريت اللي هو البرفورمانس يعني. طب ايه هي الافيلابيليتي؟ الافيلابيليتي هي البروبورشن اوف تايم ذا ماشين اكشوالي افيلابل اوت اوف اتس شود بي افيلابل. يعني هي المفروض تكون افيلابل بنسبه كام في الميه، يعني هي افيلابل تو برودكشن تايم بنسبه بفتره زمنيه قد ايه على التوتال تايم. البرودكشن تايم يعني المعده دي افيلابل تو سيرف البرودكشن، يعني كانت شغاله في اليوم الواحد كام ساعه على اليوم على ساعات اليوم. فده اللي هو الايه الافيلابيليتي. بنحسبها ازاي الافيلابل تايم ده او البرودكشن تايم؟ اللي هو النيت تايم. النيت تايم اللي هو الوقت الفعلي المعده كانت بتخدم الانتاج. يعني ايه؟ يعني اللي هو يعتبر الوقت البرودكشن تايم المتاح اصلا ماينس التوتال داون تايم لوسز. اي داون تايم بيتخصم او بيطرح من البلاند برودكشن تايم. يعني المعده دي كان المفروض ان هي تشتغل 8 ساعات شيفت مثلا، لو 8 ساعات دول في منهم لوسز ساعتين يبقى ناقص 2 على 8 ساعات اللي هو البرودكشن بلان تايم، يبقى دي 8 ساعات برضو، يبقى هنا 6 على 8 يعني نقول هنا 75 مثلا. يعني يبقى هنا الافيلابيليتي بتاعت المعده بتاعتي كانت 75%. طيب هو الستاندرد بيقول ايه او البيست براكتس بيقول ايه؟ بيقول ان هي المفروض تكون 90%. طيب يبقى في الحاله دي لما الاقي ان انا عندي فيه 75% كومبيرد فيرسس 90% يبقى انا عندي دلوقتي 15% لوسز في الافيلابيليتي. طب ايه السبب في ال 15% لوسز في الافيلابيليتي؟ ارجع للسكس بيج لوسز الاقي الحاجتين دول هم السبب.
يبقى في عندي اعطال، في توقفات هما السبب في الحكايه دي، يبقى انا عرفت احدد بالظبط where most waste occurs. يبقى انا حطيت ايدي على موضع الايه المشكله او موضع الخلل. ده بالنسبه للايه للافيلابيليتي. طيب بالنسبه لل طبعا بالنسبه للداون تايم، قبل ما نروح قبل ما نسيب الافيلابيليتي ونتكلم على البرفورمانس، الداون تايم معناه ايه؟ معناها اني تايم ايكويبمنت از نوت producing. ما تقوليش بقى ان هي مجدوله، ما تقوليش ان هي في الخطه ان هي تقف، ما تقوليش ان هي واقفه بسبب مش عارف الانتاج مش متوفر او الخامات مش متوفره او الصيانه ما تمتش، او كل ده يعتبر اسمه داون تايم. طالما ان هي مش شغاله وبتنتج يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه داون تايم. الداون تايم could be unrelated to the equipment، يعني ممكن يكون عيب في توريد الخامات او ملهاش علاقه بالمعده، المعده سليمه وكل حاجه، انما متوقفه ليه؟ لسبب اخر، فده برضو يعتبر داون تايم. ليه؟ لان هي مش منتجه، يعني هي مش بتنتج في الوقت ده. يبقى بالتالي المفروض ان انا احسب كل الداون تايم انكلودنج اني يو هاف سكيدول، حتى المجدول، حتى لو كان مجدول ليها مثلا ساعه او نص ساعه ريبير او سيت اب او ادجستمنت او كليننج او لابريكيشن او اي حاجه، فده مش برضه يعتبر بالنسبه لي داون تايم. لو انا عملت اكسكلودنج لبعض هذه الازمنه، ده هيعمل فيوليشن للبرنسبل بتاعه الايه الحسابات بتاعتنا، يعني ده هيتلف الحسابات بتاعتنا ويتلف الكونسيبت اللي مبني عليه الايه الاوفر اول اكويبمنت افكتفنس. نيجي للبرودكشن ريت او البرفورمانس بتاعه البرودكشن، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن انا انتجت قد ايه كومبيرد ويز الايديال برودكشن ريت، انا ممكن انتج قد ايه. الايدر برودكشن ريت ده بنعرفه ازاي؟ الايدر سواء كان بي اللي هو تو بي اتشيفد، يعني احنا عارفين ان احنا ممكن ننجزه، عارفين ان احنا ممكن نحققه، عارفين ان احنا نقدر ننتج الكميه دي، يبقى ده اللي هو بالنسبه لي الايدل برودكشن ريت. او الديزاين برودكشن ريت، لو كان عندي فيه ديزاين ريت معين معروف ان المعده دي بتنتج في اليوم كذا او في الورديه كذا، يبقى ده بالنسبه لي هو المقصود بالايدل برودكشن ريت. الكواليتي ريت، الكواليتي ريت انا انتجت كام كميه قد ايه اون سبيكس، يعني بالمواصفات المطلوبه على الانتاج الكلي. يعني انا مثلا انتجت 100 قطعه، انما في كان فيهم 90 بس هم اللي ايه هم اللي اجتازوا الكواليتي كنترول، يبقى هنا في الحاله دي بالنسبه لي الكواليتي ريت هيبقى 90%. هو المفروض يكون حسب البيست براكتس يكون 99.9 something like that. طيب تعال نشوف لو انا قدرت بس احقق 1% increase في الـ OEE أو الـ Overall Equipment Effectiveness. Company earning capacity in case a 1% increase in OEE. إيه العائد على الشركة لو حققت تحسين في الـ Overall Equipment بس بنسبة 1%؟ إزاي؟ طبعًا دايمًا بنحاول إن إحنا نحاول التكنيكال تيرم الى فاينانشال تيرم، ودي الحقيقه مشكله بتواجه معظم المهندسين، انه دايما لما بيتكلم على الكونسبت او الكونسيرن بتاعته او المعاناه بتاعته او المشاكل اللي بيواجهها او يعمل ريبورتنج للمانجمنت للتوب مانجمنت، دايما بنلاقي ان في عندنا في ثلاث لغات موجودين في اي اندستري، three different languages، ومش هقول عربي وانجليزي وفرنساوي، لا لانجوج لها علاقه بالشغل. يعني نلاقي مثلا في حاجه اسمها فاينانشال لانجوج، وحاجه اسمها اوبريشن لانجوج، وحاجه اسمها مينتنس لانجوج. كل واحد من دول بيتكلم لغه خاصه بيه. هنلاقي المهندسين بتوع المينتنس بيتكلموا حاجات خاصه بالمينتنس، يعني يتكلم في حاجات خاصه بالاعطال والفيلير ريت والسبير بارتس والريبير تولز والانسبكشن
حاجات خاصة بالمينتنس، إنما الناس بتوع الأوبريشن بيتكلموا بلغة تانية خالص. هو بيتكلم هو على الكم الإنتاج والتارجت بتاعته والإنتاج اللي بتتحقق النهاردة قد إيه، والكمية المنتجة قد إيه، والتارجت بتاعنا قد إيه. المانجمنت بيتكلموا لغة مختلفة تانية خالص، بيتكلموا لغة الفاينانس، لغة المال، لغة الفلوس. هو ما بيهتمش أبدا بالتكنيكال لانجوج بتاعت الاوبريشن ولا بتاعه المينتنس، هو عايز في الاخر يحسبها فلوس. فاحنا دايما عندنا مشكله ان احنا لما بنيجي نتكلم مع التوب مانجمنت بنتكلم بلغه الايه، التكنيكال لانجوج، بنتكلم لغه فنيه. هو مش عايز يسمع لغه فنيه، هو عايز في الاخر تقول له انت هتتكلف كام وهتوفر كام. فعشان كده ازاي نحول، بدل ما نقعد نقول له الاوفر اول اكويبمنت افكتيفنس اللي هو حاصل ضرب الافيلابيليتي في البرفورمانس في الكواليتي اللي هو المفروض يكون كذا، هو طالع عندنا، هو مش هيفهم الكلام ده، هو عايز يحوله الى فلوس، الى ماني. فانت بتقول له مثلا تعال نشوف الواحد في المية دي، لو انا الانتاج بتاعي كان 800 الف طن، طب انا لو عملت امبروفمنت في الاوفر اول افكتيفنس بواحد في المية، الواحد في المية ده يوفر عندي قد ايه من الانتاج؟ يوفر عندي 8000 طن. طب انت 8000 طن دول البروفيت بتاعتهم كام؟ وليكن مثلا اكس دولار، يبقى في الحاله دي يبقى ادي عندي الايه البروفيت اللي انا ممكن احققه لو انا حسنت الايه الاوفر اول افكتيفنس بتاعتي 1%. انت بتقول انا حققت القيمه دي، تقدر بقى تتكلم تقول عشان احقق القيمه دي انا محتاج بقى تتكلم، ممكن تتكلم بقى من ناحيه التكنيكال بوينت اوف فيو، او تتكلم اللغه بتاعتك بقى، انا محتاج ان انا اقلل الاعطال، والاعطال دي عشان تقل يبقى انا محتاج ان انا اعمل ريديزاين للمعده، او اغير نظام التبريد اللي موجود في المعده، او اغير نوع الفلتر اللي انا بستخدمه، او يبقى انا هنا مفيش مشكله انك تتكلم دلوقتي عن الايه، عن التيرمز بتاعتك الخاصه بيه. ده معناه ان يو كان امبروف، لو انا عملت امبروفمنت 1% هوفر 8000 طن مور ذان ذا وذ ذا سيم فيكسد كوست، يعني مش هزود اي تكلفه، انا بس هقلل الاعطال اللي موجوده عندي او احسن حاجه في المعده بتاعتي. هناخد كيس كده، كيس ستادي، ونشوف ازاي نطبق فيها الكلام ده اهو. اسيومنج ان انا عندي اكويبمنت بتشتغل 1 شيفت، يعني 8 ساعات في اليوم، وكان في 45 دقيقه بلاند مينتنس بير شيفت، يعني كل شيفت المعدة دي معمول لها جدول صيانة 45 دقيقة، يعني تلات أرباع ساعة في الشيفت. وفي طبعا إمرجنسي بيحصل بالإضافة الأعطال الاضطرارية، ففي حصل ساعتين عطل أمس أو في الوردية اللي قبل كده، حصل ساعتين، وده متوقع إنه يتكرر بقى في كل يوم، أو ده يعني يعتبر هيستوري بالنسبة لي، معروف ان دايما بيحصل عندي اعطال لمده ساعتين، دي بنسميها unplanned downtime. عايزين بناء على الداتا دي نعرف الافيلابيليتي بتاعت المعده بتاعتي كام. طب تفتكر ازاي نحسب الافيلابيليتي؟ الافيلابيليتي عباره عن ايه؟ عباره عن البرودكشن تايم على التوتال تايم. طب البرودكشن تايم بتاعي كام؟ البرودكشن تايم اللي هو البلاند اوبريشن تايم اللي هو 8 ساعات ماينس كل الويست اللي عندي، الويست اللي عندي اللي هو ايه؟ اللي هو ال 45 مينت والساعتين دول. يبقى انا لو طرحت 8 ساعات ناقص الثلاث ارباع ساعه ناقص الساعتين على 8 يديني الافيلابيليتي طلعت 66%. هنقارنها بعد كده بالبيست براكتس، بس قبل ما نقارنها نكمل الكيس ستادي اللي معانا، وهنقول ايه؟ ان المعده دي لو افترضنا ان هي كانت انتجت 18 طن او 18 قطعه او 18 جزء، في حين ان هي المفروض الايديال برودكشن ريت بتاعها انها تنتج 20 في الورديه، يبقى هنا البرفورمانس بتاعتي او البرودكشن ريت بتاعت المعده دي كام؟ هنقول اللي هو الاكشوال بروديوسد ريت اللي هو الانتاج الفعلي على الانتاج اللي كان متوقع، يبقى 18 على 20 يبقى 90%، يبقى ده بالنسبه لي هو الايه؟ هو البرودكشن ريت. طبعا انا ممكن احسب البرودكشن ريت بطريقه ثانيه، لو كان عندي number of units produced by the equipment في الـ ideal time to produce one unit على الـ operation minus الـ planned time minus الـ unplanned downtime minus الـ setup time. دي طريقة تانية نستخدمها في الكيس اللي جاية بعد كده، إنما في الكيس دي إحنا
طالما ان انا عندي الانتاج اللي انا انتجته بالفعل موجود، يبقى انا في الحاله دي بقدر اطبق على طول واجيب الايه البرودكشن ريت. طيب نيجي نشوف نستكمل بقيه الكيس ستادي. الناس بتوع الكواليتي كنترول طلعوا لي ريجكت واحده من الانتاج اللي هو اللي كان موجود عندي، اللي تم الانتاج اللي تم كان 18 قطعه، فيهم واحده ريجكتد. يبقى في الحاله دي الكواليتي ريت بتاعتي هتبقى الاكشوال بروديوسد اون سبيكس حسب المواصفات على التوتال بروديوسد اللي هو 17 على 18 يديني الكواليتي بتاعتي ريت 94%. تعالى بقى نقارن بقى الكومباني بتاعتنا دي او الاكويبمنت بتاعتنا دي مع البيست براكتس او الورد بيست براكتس. الافيلابيليتي كانت 66%، البرفورمانس كان 90% والكواليتي 94%. يبقى الاوفر اول اكويبمنت افكتيفنس اللي هو حاصل ضرب الثلاثه دول طلعت 56%. البيست براكتس اللي هو حاصل ضرب الثلاثه بتوع البيست براكتس المفروض يديني الاوفر اول اكويبمنت افكتيفنس 85%. يبقى انا اقدر دلوقتي اقول ايه، اقول ايه وات از ديفكت موجود عندي فين. لو قارن البيست براكتس مع الاكويبمنت او الكومباني اكويبمنت الاقي مثلا هنا اشوف الورست كيس موجود عندي فين، ابص الاقي الورست كيس عندي موجوده في الافيلابيليتي. الافيلابيليتي هي اللي فيري فار، يعني فار ماتش فار من الايه من البيست براكتس، يعني هنا الفرق كبير قوي بين ال 90 وال 66، انما ال 95 وال 90 فرق 5%، هنا ال 99 وال 94 فرق 5%، انما هنا ال 66 وال 90 ده فرق حوالي 25 او 24%. فاذا معناها ان انا ابدا بمين لو عايز اعمل امبروفمنت، بقى ادور مين المسؤول عن ريدكشن في الافيلابيليتي. هلاقي الحاجتين دول اللي هو الاداء بتاع الاكويبمنت من حيث معدلات الاعطال ومن حيث السيت اب والادجستمنت. يبقى انا لو اعمل فوكسنج على امبروفنج الحاجتين دول، يبقى انا ممكن احسن الايه الافيلابيليتي بتاعت الايه المعده. يبقى how to successfully get the overall equipment effectiveness، ازاي نوصل لل overall effectiveness ده، ان احنا نبدا ايه، لازم يكون عندي هنا في يعني بلان. البلان بتاعت نبدا بمين، ابدا first improve availability، يعني نبدا بالافيلابيليتي نشوف ايه اللي ممكن يحسن الافيلابيليتي، وبعد ما نحسن الافيلابيليتي نروح بعد كده للبرودكشن ريت، ثم بعد كده للكواليتي تحسن عشان نوصل في الاخر ان انا احقق الـ 85%. طيب ناخد كيس ستاري 2 فيها مور ديتيلز شويه، فيها بعض الداتا وعايزين نستخدم الداتا دي عشان نحدد تو فيجر اوت ذا كومباني ايرنينج كاباسيتي. يعني ايه كومباني ايرنينج كاباسيتي؟ يعني المجال المسموح امام الشركه عشان تحسن من الكفاءه بتاعتها ومن الانتاجيه بتاعتها ومن الاوفر اول اكويبمنت افكتيفنس ده عشان توصل للورد التارجت اللي هو 85%. ايه الايرنينج كاباسيتي؟ هل في مجال نحسن ولا احنا كده كويسين ومش محتاجين نحسن؟ لو لقينا ان احنا الاوفر اول افكتيفنس اكويبمنت افكتيفنس الخاصه بالشركه ابروتشنج 85%، يبقى انا ما عنديش مجال. انما لو لقيت ان انا في مثلا لقيتها عندي 60% او 55% او 50%، يبقى انا عندي في مجال كبير للامبروفمنت. ده معنى الايه، معنى السؤال. طب نشوف الداتا اللي موجوده عندي. الداتا كانت خاصه بكريتيكال ماشين، واحنا اخترنا الماشين دي عشان نعمل لها تي بي ام، وكان فتره الاناليسز زي مثلا مشروع جدوى اقتصاديه كده للمشروع للحسابات بتاعتنا هتتحسب على مدى 12 شهر على مدى سنه. والماشين كان الكونتريبيوشن بتاعتها يعني الربح بتاعها كان 2000 دولار في الشيفت، يعني 20,000 دولار بير شيفت، ده اللي بنسميه الفاليو ادد من المعده. المعده دي بتشتغل 2 شيفت في البير دي، والشيفت عباره عن 8 ساعات، يعني معناها انها تشتغل في اليوم 16 ساعه. طب شوف بقيه الداتا. المعده دي كان لها بلاند داون تايم نص ساعه في نهايه كل دي عشان يجهزها لليوم اللي بعد كده. وكان والعمليه دي بتبقى عمليه الكليننج وعمليه التنظيم وتجهيز المعده بعد الانتاج، وبنشيل الايه
الرايش والرو ماتيريالز والسكيلتون والحاجات اللي موجوده بقى من المتبقيات من عمليه الانتاج دي بتتم اخر اليوم وبتاخد نص ساعه. بيقول لك بيشتغلوا في الشهر 25 يوم، وفي عنده كمان كل يوم في ساعه عشان عمليه الايه الصبح، عشان عمليه السيت اب والادجستمنت وبدء الايه بدء الانتاج، بياخد ساعه كل يوم الصبح. بيقول لك خلال السنه دي جمعوا عدد الساعات الان بلاند داون تايم لقوها 260 ساعه. الامرجنسي اللي حصلت المعده دي توقفت 260 ساعه. الباتش الواحده بتحتاج 5 ساعات عشان هو يعمل باتش او يعمل الانتاج، الكميه اللي بينتجها بتاخد 5 ساعات، وهو بينتج في اليوم الواحد 2 باتش. 2 باتش يعني دفعتين. الدفعه بتاخد 5 ساعات وهو بيعمل دفعتين في اليوم. بقول لك اللوسز اوكيرد ديو تو ري وورك، كانت نسبه اللوسز في الكواليتي كنترول كان 2%. يعني نقدر نقول ان الكواليتي نسبه الكواليتي هتبقى 98% على طول. دي مش عايزه حسابات على طول. هو مديني 2% لوسز في الكواليتي ريورك، فيبقى الكواليتي 98%. ناقص ان انا احسب بس الايه الافيلابيليتي والبرودكتيفيتي. الافيلابيليتي بتحسب ازاي؟ اهو الاوبريشن تايم على على التوتال بلاند تايم. الاوبريشن تايم بنطرح منه كل الداون تايم زي ما قلنا قبل كده. يبقى الاوبريشن تايم اللي هم بالنسبه لي كان تو شيفت، يعني 16 ساعه في اليوم، ناقص كل البلاند داون تايم او الان بلاند داون تايم او السيت اب تايم، اي تايم المعده مش شغاله يبقى ده يعتبر بالنسبه لي ويست. طيب بالنسبه للبرودكتيفيتي، انا انتجت كام قطعه؟ يعني مثلا انا انتجت قطعتين او تو باتش دفعتين، والدفعه بتاخد كام ساعه؟ قال لك بتاخد مثلا 5 ساعات حسب الداتا اللي موجوده عندي هنا اهو 5 ساعات، وانا انتجت تو باتشز يبقى 2 × 5 على الاوبريشن تايم اللي هو نفس الاوبريشن تايم ناقص البلان تايم، نفس الايه الاكشوال اوبريتنج تايم هو نفسه. بالنسبه للكواليتي الجود بارت اوت على التوتال برودكت. تعال نطبق بقى في القوانين دي ونشوف ازاي هنحسب الايه الافيلابيليتي ونقارنها بالبيست براكتس، ونشوف البرودكشن ريت ونقارنه بالبيست براكتس، ونشوف الكواليتي ونقارنه بالبيست براكتس، وفي الاخر نشوف احنا عندنا الايرننج كاباسيتي بالنسبه للكمباني بتاعتي هتبقى كام. ادي الايه النتائج بتاعتي لما حسبناها، طلعت ان بالنسبه للافيلابيليتي حساباتنا كانت 85%، البرودكشن ريت طلعت 73%، الكواليتي ريت طلعت 98%. يبقى احنا الاوفر اول ايكويبمنت افكتفنس اللي هو حاصل ضرب الثلاثه دول في بعض طلعوا 61%، هي المفروض تكون 85%. يبقى انا عندي فيه هنا الديفرنس بين البيست براكتس والاكشوال كام؟ هيبقى 24%. طيب ال 24% دول يمثلوا كام؟ نحول الكلام ده بقى للفاينانشال تيرم بقى. انا حاليا الفاليو ادد بتاعتي لكل باتش 20,000، فانا عندي 2 باتش في اليوم، يبقى انا عندي 40,000 فاليو ادد في اليوم. ده لما كانت الاوفر اول ايكويبمنت افكتفنس بتاعتي 61%. يعني انا بالوضع الحالي بالرغم ان انا الانتاجيه بتاعتي 61%، انما الفاليو ادد بتاعتي 40,000. طيب لو انا اضفت ال 24% دي اللي هو الفرق ده، ال 24% دول يعملوا معايا كام؟ هيعملوا معايا 15,737 دولار في اليوم. طيب يبقى في السنة كام؟ هضرب الكلام ده في 25 يوم في الشهر، في 12 شهر في السنة. لما اضرب الكلام ده الاقي يديني الايه؟ يديني الايرننج كاباسيتي، او يديني الفاليو ادد اللي انا ممكن احققه لو انا قدرت اوصل للبيست براكتس.
وبالتالي اقدر اشوف برضو انا هقدر ابدا من فين، اقدر ابدا من الافيلابيليتي ولا اقدر ابدا من البرودكشن ريت ولا ابدا من الكواليتي ريت. الفرق بين هنا وهنا 5%، يعني 85 و90، 5%، هنا 73 و95، يعني هنا يبقى 22%. واضح ان انا هبدأ هنا بالبرودكشن ريت، واضح ان انا هركز الاول على البرودكشن ريت لان هنا الفرق كبير جدا. وارجع اقدر ارجع تاني اشوف البرودكشن ريت ده ايه الكوزز بتاعت البرودكشن ريت حسب الايه، حسب السكس بيج لوسز اللي موجودة عندي البرودكشن ريت او البرفورمانس. هلاقي الايدلينج والماينور ستوبج والسرعة البطيئة بتاعت المعدة. يبقى انا دلوقتي اركز على الحاجات دي، وانا لو عالجت الحاجات دي وبالتالي ابدا تاني اعالج كمان الافيلابيليتي ووصلها كمان بنفس الطريقة. احنا بس بنعمل ترتيب للاولويات. يبقى انا هبدا بالايه، بالبرودكشن ريت، وبعد كده اشوف الافيلابيليتي والكواليتي كويسه لانها 95 99 في 98%، فدي تعتبر كويسه. وبناء عليه اقدر اوفر هذا الايه، هذا الكم. دي لغه اللانجوج بقى بتاعت الايه، المانجمنت بيحبوا هم يفهموا لغه الايه الفاينانشال. لما تقول له ان انا هوفر لك 4 مليون في السنه لو انا حسنت الاوفر اول افكتفنس بتاعتي اللي هي حاليا 61% ورفعتها ل 85%، وانا عشان اعمل كده محتاج بقى اتحدد بقى ايه. انا محتاج 1 2 3 واشوف 1 دي هتتكلف كام، و2 هتتكلف كام، و3 هتتكلف كام، ومجموعهم هيتكلف كام في الاخر، واقارن بين التكلفه وبين التوفير اللي انا حققته. وبالتالي هي دي اللي بنسميها ايه، الفاينانشال لانجوج. طيب ننتهي بهذا الموضوع، وان شاء الله يبقى في موضوع جديد الفيديو القادم ان شاء الله. ونسالكم يعني الدعاء، تدعوا لنا وربنا يجعله ان شاء الله عملا خالصا لوجهه الكريم خاليا من الرياء والسمعه. اللهم انفعنا به وانفعكم به، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.